السائل يقول عندي استراحة للإيجار ودخلها غير ثابت، فما طريقة زكاتها؟ أما زكاتها زكاة الاستراحة نفسها فليس عليها زكاة، لأنها ليست عرض تجارة، وإنما هي محل مهيأ للتأجير، وإنما الزكاة فيما يحول عليه الحول من الأجرة، فإذا دفعت له الأجرة لصاحب الاستراحة وأنفقها قبل حول الحول فلا زكاة عليه، وإن بقي منها ما بقي وحال عليه الحول فيجب زكاة ما حال عليه الحول مما بقي منها، أو إذا لم يمسها وضعها في حساب جاري أو نحو ذلك وحال عليه الحول فتجب الزكاة عليها، معروف عليها يعني على أجرتها، والله أعلم.